بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم هو مطبخ ام ياسر. انا فعلا انا ما كنتش متوقعه ان هو يطلع زي بره، وما كنتش متوقعه ان انا اعمله في البيت ويطلع بالجمال والحلاوه دي. احنا ليه بنكسر ونجيب كل حاجه من بره يا جماعه؟ ما نعملها بايدينا في البيت باقل الامكانيات وباقل التكاليف، طعمه هيطلع زي بره واحلى كمان. رائع بجد بجد رائع. ده كوفي ميكس 3 في 1 عملناه مع بعض، وانت معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي، وزي بره بالظبط. البودره اهي ما تفرقهاش عن اللي بره خالص، يعني ممكن تجيبي كيس وتقارنيه ده هتلاقيه زيه بالظبط. بصوا قاعد معاكي وقت طويل. بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهارده هنعمله ازاي. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو بتاعنا النهارده، فضلا وليس امرا، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ مباسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونعمل بودره الكوفي ميكس 3 في 1. يلا بينا. بسم الله. هجيب الكبه بتاعتي تمام، وعندي ربع كوبايه نسكافيه بلاك. انا استخدمت النهارده يا جماعه النوع ده، مصر كافيه تمام، كان فيهوش اي مشكله خالص. احط ربع كوبايه نسكافيه بلاك، بسم الله عليهم. ربع كوبايه حليب بودر، استخدمت نوع ميرو، معلقتين سكر بودر، وبعد كده يبقى التحليه حسب الرغبه. واخر حاجه احطها كيس كريم شانتيه، بسم الله. ده بيبقى بديل المبيض اللي هو في الكوفي ميكس او النسكافيه اللي هو 3 في 1. وهبتدي بقى اروح مغطيه كده وابتدي اضرب كل المكونات دي كلها كده مع بعضها، اطحنهم كويس جدا كده. بعد ما طحناهم بسم الله، بصوا نفس الكوفي ميكس بالظبط اللي احنا بنجيبه، احلى كمان وانضف وبدون مواد حافظه. شايفين؟ بصوا دي عندي كميه كبيره ما شاء الله. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب علبه نظيفه خالص وتكون ناشفه، وابتدي افضي فيه بودره الكوفي ميكس بتاعتي بالشكل ده كده. فضيت، وعايزه اقول لكم اداني كميه كبيره ما شاء الله اهو. شايفين؟ بصوا نبتدي بقى ايه نجربه. اجيب بقى كوبايه او الفنجان وابتدي احط كده معلقتين. لو عايزين تزودوا سكر ده حسب الرغبه، عايزين تحطوا لبن بس زي ما انتوا عايزين. الميه المغليه عندي جاهزه اهي، بصوا شايفين ما فرقش اي حاجه عن اللي بره خالص بالظبط. عايزه تحطي لبن ممكن تحطي لبن، تحطي نص ميه ونص لبن زي ما انت عايزه. بصوا شايفين؟ ندوق كده، بسم الله رائع يا جماعه. حتى انا بحب الحاجه مسكره، هو بجد بجد هو مش محتاج اي سكر خالص. قولوا بقى ايه رايكم في الجمال ده؟ شايفين زي 3 في 1 اللي احنا بنجيبه من بره ولا لا؟ طعمه بقى بسم الله رائع بجد بجد رائع. بصوا عملت كميه قد ايه ما شاء الله. طعم في علبه كده مقفوله ونستخدمها وقت ما احنا عايزين، وبلاش نجيب كل حاجه من بره ونستسهل يا جماعه. دي كانت بودره الكوفي ميكس او 3 في 1، معموله بحاجات احنا بنستخدمها. فيلا بقى جربيها، بطلي تشتري كل حاجه من بره، هتطلع معاكي ان شاء الله بالجوده اللي انتم شايفينها دي، وجميل جدا جدا ومش مكلف خالص على الاخر. يا رب يكون كان الفيديو سهل وخفيف عليكم واستفدت منه. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناه مباسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. فسفسهلا وسلام مطبخ مباسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.